أدعوك سيدتي المطلقة إلى أن تعودي بأحلام اليقظة وتستدعي الماضي مع نفسك وتفكري في حياتك السابقة. وإليك هذه الطريقة، استدعي موقف ساخن كانت فيه مشاحنة وخناق بينك وبين زوجك، وفكري فيه وابحثي عن وجهة نظر أخرى تتعاملي بها معه. مثلا لو كان زوجك كذب كذبة مثلا، وكنت في الماضي واجهتيه بكذبه فأدى ذلك إلى ثورته وغضبه لأنك أدركتيه وفضحتيه، والإنسان بطبعه لا يحب أن يفضح وأن يكره. مساء الخير يا فوفا، ازيك يا مراتي يا حبيبتي؟ كنت فين؟ هكون فين يعني؟ كنت مع اصحابي. صحابك اللي هم نهون، اللي هم عادل وزكي وسليمان. سليمان، اوكي. الو، ايوه يا مدام وفاء، ما جاش والله، اول ما يجي هخليه يكلمك. انا كمان مش عارف هو قافل موبايله ليه. اصل صاحبك يا استاذ سليمان لسه داخل دلوقتي بيقول ان هو كان معاك. يا كذاب يا ملاوع. انت كنت بتكلمي سليمان؟ امال كنت بكلم مين؟ امي؟ تصدقي بالله انك انت واحده ست ما تربيتيش اساسا ومعدومه التربيه. انا ما تربيتش ومعدومه التربيه؟ انت ما انتش مكسوف من نفسك. انا فعلا مكسوف من نفسي، مكسوف من نفسي ان انا مش عارف احول الافكار اللي في دماغي الى حقيقه واقعه. لولوه، وايه بقى الافكار اللي في دماغك اللي ما انتش عارف تحولها على الحقيقه يا ابو عين زيغه يا ابو عين بكسه؟ ان انا امسكك وارقعك علقه ما كلهاش حرامي جزم في يوم جمعه في جامع. لا 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 لا, لا, لا. انا حرامي جزم؟ انا حرامي جزم يا قليل الادب؟ وتضربني بتاع ايه؟ وانت فاهم ان انت لو ضربتني يعني انا هسكت لك؟ انت كنت فين؟ حسيبك انا كده، حسيبك تهري وتنكتي وتكلف نفسك لغايه لما تمحي وتضمحلي. اوبا، انا اضمحل؟ لا يا استاذ انت فاهمني غلط، انا مش ترابيزه سفره ولا كنبه اسطنبول انت حاططها عندك في البيت. انا من حقي اعرف انت كنت فين. وفاء، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بعملش حاجه غلط. هو ايه الغلط يعني من وجهه نظرك؟ انك تكون بتسكر ولا بتحشش ولا بتعرف واحده تانية عليا؟ لا يا حبيبي، الغلط بقى انك تكون لك حياتك الخاصه وانا ما اعرفش. ده حقي. كسر حقك ايه؟ فاكراني موتوسيكل 3 سلندر تركبيه وتعملي فيه زي ما انت عايزه؟ لا يا ست هانم، انا رجل واعمل اللي انا عايزه. بس بقى انت مش من حقك تكلمني ابدا بالطريقه دي، انا مراتك ومن حقي اعرف كنت فين وقاعد مع مين. اقول لك، كنت قاعد مع اصحابي، واصحابي دول فيهم واحد كان لابس جزمه تعبها تخين كده ومطور، لو اترقعت بيه واحده على نفخها هيسلطح لها نفخها، هيبقى دماغها دي مسلطحه. وحزام كان لابس حزام كده اهو، التوكه بتاعته كده اهو ومشرشره، لو اترقعت بيه واحده على رقبتها هيدلدل لها رقبتها على صدرها. ها عرفتي؟ واضح جدا انك بتفكر فعلا انك تضربني. خلاص بتلخص الرجولة اللي عندك في الضرب. بس عارفة، انا نفسي امسكك وارقعك علقة جامدة، بس يا خسارة مش هقدر احترمك بعد كده. ولا انا كمان هقدر احترمك بعد كده يا كذاب يا كذاب يا كذاب. ايه ده؟ فعلا منبولي كذب عليا، انا واجهته بكذبه، وحتى بالأمارة قلت له يا كذاب يا كذاب يا كذاب. طبعا مش ممكن انسان يحب يتفضح او حد يحرجه قدام مراته. استدعي هذا الموقف الذي كذب فيه زوجك وتخيليه من جديد، ولكن لا تقولي له يا كذاب، وتخيلي ماذا سوف يكون رد فعله. مساء الخير يا حياة قلبي.
مساء النور والهنا والسعادة يا روح الروح. كنت فين؟ هكون فين يا حبيبتي؟ يعني كنت مع أصحابي. أصحابك اللي هم هون؟ انت عارفاهم، حسن وسليمان وسمير. أوكي، ممكن بعد إذنك؟ اتفضلي يا روحان. شكرا يا روح. طب الحمد لله قضيته يعني وقت لطيف. اوكي، مع السلامة. مش جعان يا روح الروح؟ يا حبيبتي انا اشوف عينيك الحلوين دول اشبع. وفاء، انا عايز اعترف لك بحاجة يا حبيبتي. انا ما كنتش عند سليمان. اوعى تتكلم حبيبي، انت مش متجوز ضابط شرطه ولا محقق عشان اسالك كنت فين ورحت فين وجيت منين؟ خالص يا حبيبي، الحياه مش كده ابدا. يا حبيبتي افرض مثلا عندك مشوار معين مش عايز تقولي عليه. لا يا حبيبتي اطلاقا، مفيش حاجه معينه، انا بس كنت حبيبي انا بحبك وواثقه فيك جدا، ومؤمنه كمان ان كل واحد فينا عنده ركن صغير في قلبه بيحب يحتفظ باسراره الخاصه، ما يبوحش ليها حتى الأقرب الناس ليه. أنا عارفة الحكاية دي كويس، ومش ضروري أعرف أنت كنت فين يا حبيبي. عايز تقول تقول، مش عايز تقول براحتك. يا سلام يا سلام عليك وعلى حنيتك، أنت أحلى واحدة في الدنيا. الحمد لله أن أنا اتجوزتك. إيه ده؟ إيه؟ أي عيني يا بنتي. اهلا 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 يا مدبولي، اتفضل. ايه في ايه؟ في ايه وفاء؟ في ايه؟ حصل ايه؟ جبان على ملا وشي، ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجه يا مدبولي، اتفضل استريح، نورتنا في بيت العيله يا مدبولي. اتفضل. اصلك انت ما بتبعتليش ولا تديني تليفونات الا اذا كان في مصيبه حصلت. لا 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 لا، المره دي مفيش اي مصيبه حصلت ولا اي حاجه. جد؟ بجد. لا ده تطور جميل جدا. فاكر يا مدبولي الليله الكبيره؟ طبعا فاكرها. مش دي بتاع الطار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع؟ يا غزال يا غزال. لا يا مدبولي، انا مش قصدي الليله الكبيره دي، انا قصدي ليله ما مسكنا في بعض وانت رحت ضاربني بالقلم، رحت قايمه ضربات بالقلم وقطعنا هدوم بعض. اه طبعا فاكر، ودي حاجه تتنسي؟ ده انت يوميها فضحتيني في وسط الحته، الناس كلها الجيران عرفوا ان احنا بنتخانق مع بعضينا. ايوه قولي، ما انت رجعت من بره متاخر فبسالك انت كنت فين؟ قلت لك كنت مع اصحابي. قلت لك مين هم؟ اساميهم كذا وكذا وكذا وكذا. رحت طالبه واحد فيهم في التليفون، قال لي لا لا ما كانش معايا، وحتى بالاماره هو قافل تليفونه. انا بقى قعدت اهري وانكت في نفسي، وحتى بالاماره ما قلت لك يوميها يا كداب يا كداب يا كداب. ودي حاجه تتنسي؟ انا بقى الموضوع كبر في دماغي وراحت الغباوه ركباني. الايه؟ الغباوه حضرتك. ايوه اديك اعترفت هو في النهايه انك انت كنت غبيه. ايوه كنت غبيه، يعني لو كنت عديت الليله دي كان حصل ايه؟ لميت نفسي ولميت لساني، مش كنا زماننا دلوقتي مع بعض زوجين سعداء، وحتى الولاد بتربوا في وسطينا انا وانت يا مدبولي. في ايه مالك؟ بدل ما احنا كل واحد فينا كده مرمي في حته مش عايشين مع بعض. عارفة يا وفاء، حاجة جميلة جدا إن الإنسان يعترف بخطأه، لكن يا خسارة بعد فوات الأوان ما ينفعش. مدبولي أنا معترفة بغلطي، أنا بقولك إن أنا حمار، كنت حمار يا مدبولي. كنت إيه؟ حمار يا مدبولي. لا ده كده غلط. لا أنا مش قصدي يا مدبولي أنت يعني الحمار، أنا قصدي أنا الحمار. أنا بس حبيت يعني أصحح لك وجهة نظرك، ده إذا كان عندك وجهة نظر. لا فيه، بس بعد ايه؟ خلاص. ما هو يا مدبولي اذا احنا ما نفعناش يعني ان احنا كنا نستمر في حياتنا كزوجين، يبقى نبقى اصحاب، نسال على بعض، نطمن على بعض، نشوف مشاكل بعض. ده يعني اظن ده من حقي ومن حقك. الله، صدقي ان انا فرحان قوي انك انت تصالحتي مع نفسك، بس بالنسبه لي انا بقى خلاص يا وفاء قفلت. اتقفل، اتليس بطينة زرقاء، خلاص. كفاية
ما تليسهاش اكتر من كده. بيت العيلة ده، بيت ده، بيت ده، بيت العيلة ده. ايوة خالد اللي على البيت. خلاص صباح الفل يا منى، وحشتيني يا حلوة. انت فين؟ ما بتتكلميش ليه؟ طب ايه؟ طب ايه الحكاية؟ استنى يا خوش منور يا رب. اتفضل يا اخويا. تاني بس لغايه هناك. ايه يا اخويا؟ وحشتيني يا منى. خش يا اخويا اتفضل. خش. اوعى 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 السلم. والله الواحده ندمانه انها بعتت لك. بالراحه بالراحه. خش يا اخويا اتفضل بيتك ومطرحك. لازم الغيغه اللي بتعملها دي يا رستم. عايزه مني ايه يا منى؟ هعوز منك ايه يا اخويا؟ طبعا انت مستغرب انا بعتت لك ليه وقلت لك تعالى لي اللالي يا حبيبي تعالى لي. مستغرب. رستم لا داعي للدهشه. طبعا يا اخويا اللي حصل حصل وكل شيء نصيب، بس انا يعني كنت عايزه اقول لك على حاجه. عايزه ايه قولي؟ رستم انا كنت حنقاء وغوغاء ورعنات. لو رجع بيا الزمن يا رستم، يوم ما فتحت عليك الباب ولقيتك مع واحده ما كنتش عملت اللي عملته. يا رستم اتاخرت عليك يا نسله يا واطي يا قلبي يا كمان الهوان. بس يا منى يا اصحابي اهلي يا جيرانك يا منى. والله لو ضحكت يا منى الراجل مؤدب وراجل يا محسن اللي في شقه خمسه. منى عيب كده يا منى، انا راجل عندي اخلاق. انت راجل عجيب الاخلاق. انا اخلاق؟ انت واطي. انا الاخلاق والادب. يا اختي جوزي مصاحب عليا ولسه لنا في عينيا. يا خرابي لابس لها باروكه واشمعنى اقرع معايا انا. صراحه يا رستم رد فعلك كان طبيعي جدا بالنسبه لاي راجل بيتشتم قدام الناس. لما ضربتني ومرمطتني ومسحت بيا الارض، ما هو كده العصبيه بتتقابل بعصبيه والشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. لو ما كانش ده حصل يا رستم ما كناش اتطلقنا. فعلا هو كانش ده حصل ما كناش اتطلقنا. كنت على الاقل كسفت على نفسي واتنيلت وما عملتش كده. السلام عليكم. مين المعلم؟ اتفضل يا كابتن. امال فين جده؟ راح الزمالك. مالك من امبارح قاعده وانت على السرير مهدوده كده ليه؟ اصل واحده صاحبتي جوزها سايق عربيته الدائري وقع عليه الكهرب مات. الله يرحمه. الله يرحمه. ما ماتش قوي. ما اللي حصل له ايه؟ يعني بيفرفر. طب طالما جوز صاحبتك بيفرفر مش مفروض تروحي له المستشفى؟ ما انا كلمتها في الموبايل. طب طالما هي صاحبتك كده مش لازم تروحي تزوريها في المستشفى؟ اهو بقى انت هتقطمني انا ناقصك. منى انت فتحتي عليا الباب امبارح. لا ما فتحتش. لا فتحتي الباب يا منى. لا لا فتحتي الباب امبارح، بس انت من ادبك واخلاقك ضغطتي على نفسك لدرجة انك بقيتي مرمية على السرير مش قادرة تقومي. انا مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه. انا قليل الادب. ايوه يا اخوي. حسستي اكتر ان انا قليل الادب انك ما عاتبتنيش، ما اتكلمتيش، ما شخطتيش فيا، ما قلتيش اي حاجة، ما قلتيش انت خايب، انت كلب، اطلع برا. لا انت عظيمة، انت امرأة عظيمة، انت فعلا أعظم امرأة في العالم. يا ريت أنا اللي اتشليت، أنا اللي اتكسحت بدل ما اتكسحتي وترميتي على السرير زي الزبالة. لا أرجوك. خلاص أرجوك ارجعي تاني للحياة. أحاول يا أخويا. امشي. ما شدش من ركبك يا رستم. أنا مسامحك مسامحك يا أخويا. هي لحظة يا رستم، يا الإنسان يفلت فيها عقله ويتصرف برعونة ويخسر كل حاجة، يا الإنسان يثبت كده ويمسك نفسه ويتف في عبه وكل شيء يتصلح. معلش كل شيء نصيب، هنعمل إيه؟ أنا آسف أنا كنت متسرعة وغبية. وأنا آسف لأنا كنت وحش وبجح. لسه زي ما أنت هلس ومحتاس.
للأسف لسه. تفتكر يا رستم يعني لو أنا يوميها كنت ترمخت على الموقف ولا قدر الله يعني حكمت عقلي ما كانش اللي حصل حصل؟ لو كنت ترمختي ما كانش اللي حصل حصل. اهلا اهلا يا نجيب، انا مبسوطه قوي انك جيت تزورني. عارف انا ما صدقتش لما قلت لي انك هتيجي علشان تزورني، قلت ممكن تكون يعني تضحك عليا. لا لا لا، انا عمري ما اضحك عليك، ده انت يعني حاجه مهمه في حياتي. سيبك من الظروف اللي حصلت وان احنا يعني ما توفقناش مع بعض، عشان انت عارفه السبب. كنت انا عصبي ومصر على اللي انا هعمله، وانت برضو كنت عصبية ومصرة على تعمليه. ما ينفعش ده، الاثنين ما ينفعوش مع بعض. مش مشكلتنا، ما انفصلنا ويبدو ان احنا مستريحين يعني من غير مشاكل. انا كنت عايز اسألك انت عامل ايه بعد ما انفصلنا، يعني بعد ما اتطلقنا عايش ازاي؟ لا والله عايش كويس، واعتقد انت برضو عايشة كويسة، لان الضغوط اللي كانت موجودة علينا، واعتقد الضغوط دي من ان احنا كنا بنبص للمادة قوي والفلوس قوي وغيرتنا. لعلمك انا قبل الفلوس ما تكتر معانا قوي كده انا كنت بحبك، يعني واخدك على حب. يعني كنت بتحبيني لما الفلوس جت ما بقتش تحبيني؟ لا، هي بس خلتني التفت اليها اكتر، انما الحب موجود. ده انا كنت بحبك وانت عيلة ما تشرفش. عيلة يعني فيها شوية متناقضات، كان ممكن واحد يبعد خالص. ايه اللي بتقوله ده؟ معقول يا نجيب وشايل في قلبك كل الوقت ده؟ لا، ما انا بفضفض عشان بعيده اصدقاء بقى، مفروض اقول اللي في قلبي. انت فاكر ابوكي؟ ابوكي كان يخش عليكم بلوح تلج ايام زمان ويقول انا جايب لكم جيلاتي. جيلاتي؟ وامك تقول له ايه ده؟ ايه ده؟ انت جايبه كله حليب؟ ده كان مستوى الذكاء يعني. اللهلوتي الكبير كان بيدخل بعود تلج يقول عليه ايس كريم؟ لا، لوح تلج، ما بيخش باللوح. حتى ايامها لما كان ما بيلاقيش بيخش بعمك. ما هو لوح يعني. ايه هيعمل ايه بعمي يعني؟ لا لا لا، انا قصدي يعني لما ما بيلاقيش تلج. انما رغم ذلك والله كنت بحبك من قلبي، بحبك. هي الفلوس، ربنا ينتقم من الفلوس، بتغير البني ادمين خالص. والله العظيم بتنسي حتى مين انت؟ انا هناء. هناء شفت اهو الفلوس نسيتني هناء والله. بس انت برضه كان عيلتك وسات ده غلطه كبيره قوي. ايه دي الغلطه؟ لا يعني الذكاء في العيله لازم يكون في ذكاء. انت عارف عمك اللي كان في الخليج؟ ماله؟ اللي هو كان بيتكلم صعيدي كده شويه. صفصف. ده بقى جاب فلوس من الخليج وبنى عماره، وقف في السطح بقى يغيظ الناس. اباي عمارتي، اباي عمارتي. واحد بالعيله متضايق شويه قال هعمل فيه فصل. نادى عليه بقى يا هنداوي، امك ومراتك ماتوا. راح عمك قال ام ومراتي ماتوا، ماليش لازمه في الدنيا دي. وراح رامي نفسه من فوق السطح. وهو في الخامس قال الله، دمي ماتت من زمان. وهو في العاشر قال ده انا مش متجوز. وهو بيموت قال ده انا مش هنداوي. شفت الذكاء اللي انا كنت فيه؟ ومع ذلك كنت بحبك، والله كنت بحبك. انما انا عاوز اسالك يعني كده، هل انت فعلا استريحتي لما انفصلنا؟ ما تكذبيش علي. انا هكون صريحه معاك يا نجيب. انا طبعا كنت بحبك جدا جدا، وعشان كده عشنا مع بعض شويه السنين دولت. لكن بعد الانفصال انا حسيت ان انا اكتر حره. يعني دايما كنت اقول لك نجيب عايزه اعمل كذا كذا، لا ما تعمليش كذا كذا. نجيب تقولي اعملي كذا كذا، وانا ما بقاش عايزه اعمل كذا كذا، واضغط على نفسي اضغط على نفسي. لما حسيت ان انا هنفجر دلوقتي انا مبسوطه. انت كنتيش بتوضح، كنت بتقولي نجيب مش عارف ايه، نجيب انا فاكر طلبات يعني نجيب كذا ونجيب كذا. عمري ما حسيت ان انت بتدهني باسم نجيب. عربيه نجيب، فول نجيب، هو كله طلبات. قولي لي ايه يا حبيبي يا زوجي. انما معلش انا والله لو رجع الزمان بيا للحاجات اللي كنت بعملها وتزعلك ما اعملها تاني ابدا
لأني قلت لك إن أنا بحبك رغم في حاجات كتير حادة في نفسي. يعني لا مؤاخذة يعني، فاكرة لما إحنا قعدنا في نادي من النوادي الفخمة والرياضيين حوالين مننا كل واحد يقول أنا رياضي بلعب في الزمالك، أنا رياضي بلعب في الأهلي، أنا رياضي بلعب في الإسماعيلي، وأبوكي حشر نفسه. أيوة دادي طبعا رياضي. مين؟ بابي رياضي. هو عشان طول النهار يلعب في ودانه ما رياضي، ما هو ده اللي مضايقني أنا، ما هو ده اللي مضايقني. ما هو أنت لازم تعديلي شوية حاجات، مش قاعد لي كده على الواحدة ونص. أعديلك شوية حاجات؟ لو أنا شغال في الجمرك هعديلك شوية حاجات. ايه هنا؟ ايه الكلام ده؟ ده احنا اصدقاء من باب الصداقه، عاوزين نوضح لبعض. بص بقى، انا عاوز اقول لك حاجه لازم تعرفيها. بعد ما انفصلنا وانت رؤتي، هل مستوى الذكاء رجع تاني كده نشيط ولا قل؟ لا طبعا انا ذكيه من يومي. طب انا هختبرك في الحكايه دي، ما تزعليش مني بقى. لا عربيه اجره، ايوه راكب فيها ثلاثه، مشيت وقفت في أول محطة، نزل اتنين وركب أربعة، مشيت في تاني محطة وقفت ركب أربعة ونزل تلاتة، آخر محطة نزلوا كلهم وركب نصهم، تقدري تقوليلي اسم السواق إيه؟